سيدتي سادتي، لا يخفى على أحد الأهمية القصوى التي يكسيها صدور الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرخ في 2 جويلية 2024، والذي دعت بمقتضاه رئاسة الجمهورية الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من شهر أكتوبر 2024 بالنسبة لداخل الجمهورية التونسية، وأيام الرابع والخامس والسادس بالنسبة للخارج، وذلك في احترام تام للآجال الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتزام بتنظيمها في موعدها المقرر وضمان دوريتها كما دأبت عليه تونس وهيئة الانتخابات منذ الثورة.